السلام عليكم، سمحوا لي في الريل اللي سبق كنت صحابي باقي امل، باقي سيب الموسيقى دريز التليفون يتصل وياخذوا وليدات الفيزا. ساعات اللي طلع عطاه التحضيرات في فنغرير ضاعوا والتراميد ضاعوا وما مشاوش لهذوك الاولمبياد. المسؤول خاصو يتحاسب والوزاره خاصها تجاوب وهذا الاستهتار خاصنا نساليو منه، وفي الميادين العلميه خصوصا خاصنا وليداتنا نعطيهم قيمه ونتحركوا شي شويه وبركه من هذه السياسات اللي كلها هضره والافعال قليله. خاص الله يرحميكم الوالدين، الوليدات ما تفقدهمش الامل. راه هاد البلاد الفكره اللي غتكون عندهم عليها متعلقه بامور بحال هادي، حرام حرام وليدات بحال هادو كيضيعوا. علاش؟ لان شي مسؤول معطل ما فاقش من النعاس، ولا ما حدش الدوسيه في الوقت، ولا ما جمعش الوراق كاملين، وفي الاخر شنو لم يرد اي جواب من الوزاره. وحنا الحضيور ما ديرش رينو انت صايك، ما حسيتش براسك توقف في روج تحرك. الو رفيقو معانا.